خير عليكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس عبر قناتكم الحياه الجزائريه. دوزو شوفوا الحال ان شاء الله نهار ثلاثه مع العشيه كيفاش راح يكون الحال، يعني نهار ثلاثه ان شاء الله مع العشيه يعني راح يكون صافي وشباب بالنسبه للمناطق الساحليه وصولا الى بعض المناطق الداخليه، كذلك الحال هو صافي بالنسبه لشمال الصحراء وصولا الى اقصى الصحراء. دوزو شوفوا الحال ان شاء الله من نهار ثلاثه مع العشيه كيفاش راح يكون الحال، يعني نهار ثلاثه ان شاء الله مع العشيه يعني راح يكون صافي بالنسبه للمناطق الساحليه الغربيه، على عكس يعني المناطق الساحليه الوسطى والمناطق الساحليه الشرقيه. سجلنا عندكم شويه غيوم خفاف بالنسبه للمناطق الساحليه الوسطى كما انا نشوفوا، اما بالنسبه للمناطق الساحليه الشرقيه الحال عندكم راهو مغيم شويه بزياده، كذلك سجلنا شويه غيوم خفاف. هاد الغيوم ما راحش يكون عندهم فعاليه بالنسبه للمناطق الشماليه وصولا الى اقصى الصحراء. حالة البحر، البحر راهو هادئ تقدر سرعة الرياح من 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة. نشوفوا درجات الحرارة تاع العشية إن شاء الله، درجة الحرارة مع العشية إن شاء الله يعني كدرجة صغيرة كامل سجلناها بولاية كيكدا ب 21 درجة، أما الدرجات الكبار كامل فكانوا بكل من ولاية تندوف والدار وعين صالح ب 38 درجة، 34 درجة سجلناها بولاية غردايا، 27 درجة بتلمسان، 22 بوهران، و 24 درجة كانت بالجزائر العاصمة. مشاهدينا انا نكون بهذا كملت نشاط الاحوال الجويه لنهار اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم الغروب راح نسجلوه على 7:41 دقيقه. لمزيد من المعلومات زوروا مواقع التواصل الاجتماعي لقناه الحياه الجزائريه، تبقوا على خير.